Hola la familia. Hola mi amores. Hola. بل قفرت من عند السياق. ويلي شتي حسي بسي. من فوق عرفتي انا غنخلي لكم التصوير هنايا تخلعوا. مور ستوريج ثينجز هذا واقيلا نقدر نحطوه في الفريغو اللي نحطوا فيه هذوك الميكات وداك الشيء عرفتوا كيكون عندك ميكات ديال الدجاج ميكات ديال whatever. واو زوين هو واخا باهت عليا ما عرفتش شحال ناخذ ولا لا. كوكو صباح الخير عليكم كي دايرين كي صبحتوا المهم حنا بعدا صبحنا مزيان هذه كانت اول ليله عندنا هنايا في النباته سو يا اي وين ويل ما قدمتيش لي راسك عليكم ما تعرفونيش معكم اسيا سمية بايو توينز من بايو توينز في انستغرام في تيك توك المهم هذا فلوج جديد مرحبا بكم عندنا بالنسبه للناس الجداد تما مرحبا بكم شفنا بزاف الناس دخلوا عندنا جداد السلام عليكم كاملين داكشي علاش كنخصك تقدمي راسك في الاول تجي داخله فين طول العرض المهم حنا يلاه عتقنا سو كنلتمس العذر ديالها ماشي مشكل شنو العذر فايقه داخله فيهم طول العرض قولي لهم السلام كيسمعوا ما عملتين عليا ياكو المهم احنا بدينا في المشاكل anyways اليوم يلاه عتقنا بصراحه هذا اول صباح لينا في هذه الدار عندنا بزاف حاجات ما يتقداو اليوم سو قلنا نديوكم معانا ندوزو معاكم النهار الاول في الدار نشوفو كيفاش غادي يدوزو داكشي ان شاء الله باذن وتعالى اول حاجه غادي نديرو دابا هي غادي نفطرو ومن بعد منها غادي نقول لكم بروغرام ديال النهار ان شاء الله يس يلا نشوفو شنو نفطرو معانا نفطرو الاول من بعد باش نخرجو بصراحه نفوجو شي شويه باش تفوجي ماشي جات تفوجلي عندك هنا سمية ما كتفكرش في الانباكين وفي التستاف وفي داكشي الا باغا تخرج شكون غيجمع داكشي خلق لي يخرج خلق لي يخرج خلق لي يجمع جنابه نوضي زيدو خلق لي يتفسح سيحو تستريحو يلا زيدي تستريحي يلا سيحو سيو اوكي منين دخلنا كان الاي سي ديال الدار ماشي الدار كامله غير هاد البلاصه هادي الليفينغ روم كاع ما خدام داكشي قلناها اليوم داكشي دابا هما جاو غيبداو يصيبو فيه خداو هذيك اليونيت غيصيبوها على برا بصراحه قال لك عاد غادي يرجعوا يحطوها هنا ان شاء الله صافي هادشي اللي كاين فهاد الصباح دابا حنايا غادي نوجدوا الفطور ديالنا باش غنفطروا على ما يجيو يقادوا لنا شي نخرجوا بحالاتنا نقضوا اغراضنا اول مره غنصبنوا شو كي واقفين هنا الله يبارك ثلاثه اول مره خصنا تمام وكان خصنا نبدا الماء حيت حنا عندنا كانت عندنا ماكينه واحده اخرى سوا الماكينه لا غادي استكشفوا استعمالاتها خدماتها شتا كتصبوا من الناشف هاوي لا اختي قول لها تلقي الماء خصنا نشوفوا الرخوه شتي كيف واقفين عليها نتوما كضحكوا وانت ويلي شتا حسي بسي كدير الصداع غايا غتبدا بر 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 وقال حشمانه منه عاد رجعت فيهم الروح سمية ويوز خليها رغوة ما غاتشوفي لا رغوة لا والو خليها عليك دابا بدات كتلق في الماء يلا اوكي صيبوا لينا الاي سي دابا قادو الحمد لله غنشعلو دابا باش يبدا شويه الحال ومن بعد من هكا دابا صافي من يمشاو غنمشي نقاد هاد الحاله باش غنخرج حيت عندنا واحد الموعد دابا مع الدرماتولوجيست ديالنا على سمية على قبل السكين ديالنا على قبل سمية السكين ديالها كيف ما شفتو في اذر فلوجز كيفاش الجلدة ديالها ولا داكشي سو كيما غادي نمشيو نشوفو الدرماتولوجيست ديالنا بجوج ذن افتر ذات غادي نمشيو لتارجت نتقداو شي حاجات ولا واقيلا نقدرو نمشيو لتارجت هو الاول نتقداو على حسب دابا غنشوفو كيفاش غادي دايره من بعد ذلك ماذا عندنا سالف العشية مع هاديك ستونس ان شاء الله عندنا واحد ايفنت ومن بعد هذاك الايفنت غادي نرجعو للدار صراحة ونحاولو نكملو دابا الانباكين وداكشي اللي لينا ولا صراحة يقدر يجيني ناس وناس ضربة شوكشي بزاف افتر الايفنت انا بس از اوف رايت ناو ذيس از ذا بلان سي يو ويلي علاش عرفت التشكيلة ستي
هولا لا فاميليا، هولا مي امورس، هولا. باش جينا للتارغيت اللي حدانا باش نتقداو شي حاجيات وخاصيات وداك الشيء باش نرجعوا واحد الريتيرنز. قال لك نتقداو اش منين غتقداي داك الشامبوان؟ فاش غتغسل الراس؟ بصح نسينا الشامبوان كلشي في الدار. غادي نقديو داك الشيء هنا دغيا دغيا وغادي نمشيو صراحه للارنيكس ستوب على ما نشوفو الديرماتولوجيست لان الرونديفو عندنا مع ثلاثه. غادي نحاولوا نمشيو نشوفو ولي ولي كمل السروال هكا غادي نحاولوا نمشيو نشوفو في الدم بغيتي غنحاولوا نمشيو نشوفو شي بار الا كاين شي لعيبات حوالينا داك الشيء ناخذوهم صافي ومن بعد غنمشيو لعند الطبيب. يلا باش دابا الجودويل المهم اسيره ديجا لقات السعاده ديالتها هنايا غير انا واسيه جينا هنا يونس تفارقنا معاه قبيله لان يونس مش بتاعتي الكلام ده كيبغيش هاد الشيء يقولوا انتم مسطيات دا ايوا طار مؤقت على ما نشري طار ديال صح هذا ديسكورس هو مؤقت على ما نشري مزيان او لقيت طار احسن نشوف ولكن ما تحتاجش تسيبها تاخذ كيس خصناش يوز اوكي ملي غتخدمي بسم الله 10 دولار ناضي مالكي حالتي لا مزواج هذه تخسرت في الباكو لا ما دوماج هادو سي بيان دوماج مور ستوريج ثينجز هذا واقيلا نقدروا نحطوه في الفريغو اللي نحطوا فيه هذوك الميكات وداك الشيء عرفتوا يبان بحال ميكات ديال الدجاج ميكات ديال واتيفر يلا نجيب لك الكروسه ملي قفرت من الاسيا المهم قلت لها انا غنمشي نجيب كروسه جبت الكروسه وهي دابا مع متقله وداكشي جيت لهنايا لقيت واحد لولو لمن لاقين زواعرين بزاف ممكنش نخليهم دابا انا غنمشي عيطت لي قالت لي فينك هذا دابا هي بحال فيه شي بلان شوفوا بحال عجبني بحال ما عرفتش كي جاني واو زوين هو واخا باهت عليا ما عرفتش شحال ناخذ ولا لا مالو ماشي قريتي على فيلفيت اه فيلفيت فيلفيت ذات شنو كيسمي نابس شدي هذا زوين شوفي هذا شوفي هذا هذاك سميتو واو اي لاف ات انا غناخذو ذيس از غانا بي ماي نيو كوفي ماغ هذا خوهم خو هذوك اللي بغيتي خوهم نو نو ماشي خوهم اوكي ورابي هذا شنو هو هذا بصراحه تجي فيه شي حوته ناضيه واعره غنشوف اوه 499 بصراحه واعره غناخذ هذه يس انت انا وياك تهلفين ياك يلاه غتمشي للتواليت سيري انت انا سميره ويمكنش ذيس از هافن تو اس هذا نقدر ناخذ هذا السيت كامل باغا تعجني ها انت ها ما لاطات جابوا لك الله لا 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 شتي كيدخل في الرومي دا غيكون كيدخل ولكن هذا السيليكون تما كيدخل يس اوكي اي لايك ات او ناخذهم ثلاثه اي لاف اي لاف اي لاف هذا سمي ناخذه مؤقتا فور ناو الا كانت ما فيهاش الثمن الا خلات لي بشي 99 سنت ناخذها ها هذا ديال هذاك الايس سمي ناخذ اوكي 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 شنو خصنا خصنا نخرجوا هادشي اللي خصنا واو شوفي شفتهم ما عجبونيش او سوري برارد خصنا شي براد لا ما غناخذوهمش بارك علينا عندنا اصلا حنا بزاف مشيت للطواليت وسكنيه السروال نشوف شوفوا شنو لقيت هنايا لقيت هادو عجبوني بزاف هادو ديال شي واين باروز ولا شي حاجه بحال هكا سو غادي نركب لهم هذيك القضيه ديال الزيت وندير في وحده زيت العود وحده الزيت العادي ايوا وندير عليهم ليبلز باش بحال هكا ما يتلفوش لينا عجبوني بزاف عجبتني لا كولور ديالهم غتجي زوينه مع الكوزينه انا عاوتاني باش نخدينا المهم دابا ما غاديش نحرق لكم الاحداث تنمشيو للدار نرجعو للدار ونوريكم شنو خدينا والله الا جو واعر هذا سورتو كيدور اشنو كان ريموف ذس واشيت قولي لي في الباج اوه واعر اوكي 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 سو المهم ما نحرقوش لكم الاحداث تنوصلوا للدار ان شاء الله ونوريكم هذا الشيء كامل شنو خدينا هنا وشنو خدينا تما ماكي ب 6 دولار اوكي يلا ماشي مشكل نغلى على مسك المهم سو انا وصلت عند الطبيب و the reason for my visit اليوم عند dermatologist هو الوجه المنفوخ اللي كانت تنفخ ليا وداك الحرق اللي تحرق لي وجهي من بعد داك الفيكيشن اللي درنا في اريزونا وداكشي داكشي مش كانت حاره بزاف حرقت لي وجهي سو طرا لي واحد المشكل ولات عندي حساسيه ديال الشمس وحساسيه ديال الصهد والسخونيه وداكشي دا سو دابا فيما كنخرج في الشمس ولا كنبغي كنحاول مثلا تبرونزا ولا شي حاجه
وجهي كيصبح منفوخ. عرفتي انا غنخلي لكم الصور هنايا ما تخلعوش. كيصبح منفوخ ليا بزاف ولا غد ليه كيولي ناشف. المهم تيدوس على واحد المراحل وانا عمرني ما طرا ليا فحال هكاك. هذا المشكل كان طرا ليا لانني كنت درت الزيت في اريزونا وما درتش وما عاودتش درت ليكرون داكشي. سو تسلخ مزيان مزيان. سو ملي جاتني هذيك الحساسيه مشيت لورجونس وقالوا لي راه خصني نشوف ديرماتولوجيست داكشي. سو داكشي علاش دابا انا خديت هاد رونديفو. نتمنوا زعما نسمعوا شي حاجه خير ويخرج لي زعما شي بوماده ولا شي حاجه اللي تنفع ليا وجهي ونقدر زعما نتبحر ونمشي زعما نتبرونزا وداكشي. بيكوز ملي طرا لي داك المشكل ما بقيتش كنتبرونزا ما بقيتش كنقدر نمشي للبحر. شوفوا هنا ولا عندي سمر وجهي ولا بيض لانه كله تقشر ليا. سو خرجوا لي غير واحد الدواء ديال الالرجيز و يا سو ذاتس واي انا رجعت دابا هنايا باش نشوف زعما شنو هو الحل لهاد الوجه وهاد الشيء كامل. Look like cosmetic products. Yeah, because when that happened, I stopped all the products. Yeah. I stopped all the products, but it still kept happening. The only thing I used was Vaseline at night. المهم دابا غنطلعوا للدار نطيبوا لينا شي شهيوه بصراحه فينا الموت ديال الجوع. يب غادي نديرو عشيوه بسم الله. ايوا اخيرا بالنسبه للعشيوه ديال اليوم فكرنا غادي نديرو سباكيتي. علاش رجعتي ما درتيش ما رجعتيش بلاصتك؟ مع شنو هو هذا؟ سي فود بلاند. المهم هذا فيه شويه ديال الكالاماري مع شويه شريمب مع شويه ديال سكالوبس وداكشي. المهم غنحاول نخلطو مع صوص طوماط ونصيبو نسلقو هادو هما اللولين ونديرو لاصوص هنايا. المهم حنا كلشي عندنا صغيور مبدئيا على ما نشريو مع الكبار. يام سو حنا هاد الايام غير كنسليلكو ونعللكو على ما نترقعو شي شويه. مي قولوا علينا بعدا اول حاجه. ما كاين ما نعلمكم في سباكيتي ما كاين ما نوريكم في سباكيتي. كلشي كيعرف يصيب سباكيتي وكلشي كلشي كيعرف يسلقهم. سو نو نيد فور مي تو سي اني ثينغ. غنوريكم النتيجه النهائيه ما تمشيو فيها. مهم على ما يطيب لينا الماء ديالنا باش نصيبوا العشيوه ديالنا وداكشي غادي نوريكم دريفت هول. نوريكم شنو خدينا من المعنات داكشي المهم شنو خدينا من البار من الكودويل شنو خدينا وشنو مخديناش. اوكي سو فيرست ثينكس فيرست هو هذا. دابا تعرفوا منهم شي حاجه. هذا كتجينا كيتعلق فيه داكشي. المهم هذا ديال ستوريج تحت من البوطاجي ولا تحت من لافابو ولا شي حاجه بحال هكا كتحطوه بحال هكا وكتحطوا فيه شي لعيبات هنايا وداكشي وفي برودكتس داكشي. المهم زوين 3 دولار 299. هذا هادو حتى هما جوج خديناهم كيتشابو ايدنتيكو. اوكي يس اوكي سو هادو جوجهم غادي نحتاجهم يا اما نديرهم ستورج في الثلاجه حتى هي نحطو فيها بالاخص في الفريغو بصراحه نحطو فيهم هادوك الفروزن ثينجز اللي كتشريهم وكتخصك تخليهم. شنو جربو؟ ماشي دابا خصو يتغسلو. جربو يس اوكي. هادي صراحه ما كانتش غير برايس ومع جودويل صافي بيرفكت. وجودويل ملي ما كيكونش حاجه غير برايس كيدوزوها لك وقلنا لنا اي ثينك 99 سنت ولا لا 199 والله. ولكن هذه غير مؤقته بصراحه دابا تنحات. المهم على ما توصلني للفراش راه خصني نفراش مع هذا ضروري. هذا البلاطه حيت خاصه انا باش نبداو نطيبو باش ما يقعد مغسلنا الخبز. باغا نصيد الخبز والله لقينا لقيت مع السلامه ما تطيبش ما كاينش بلاطه. ما تنسيش دير هاد التقديه كامله هو هاد البلاطو ولا مع السلطه ولا شنو تقدر تسميوه ولا بغيتي تسميوه. هذا واعر بزاف غيجينا واعر. مثلا الا طيبو شي حوته كبيره او الا بغينا نديرو دوك الدجاجات ولا الفراخ نحطو ماجي واعر. فروت سالاد اي حاجه بحال هكا تجي زوينه. فروت سالاد حتى هي تجي زوينه. هاد الجوج عرفتش واش نسميهم كابس. المهم هادو كيسان عرفتش واش كيس مرحبا. هادو بحال تقولوا ديال هادو بحال تقولوا ديال هما بحال ديال الشمع ولا قطن ولا شي حاجه ولكن راه ميمكن تقدروا تستخدموه في القهوه. بحال مثلا دابا الا بغينا نصيبوا شي قهوه خفيفه ظريفه وناخذوها ناخذوها اللاطيغه بحال هكا ونشربوها فهمتوا. غنبغيوها تكون مغطيه سو غناخذوها نحطوها هكا ونحطو قهوتنا وملي نطلعو الفوق نشربوها وما كلش كنشربوها نحطيوها. المهم هذا هو الاستعمال ديالنا. شوف ماما الخير خدينا هاد الكابس هادو حتى هما زوينين.
خديناهم ب 199 الواحد. هذا واحد اخر صراحه ما لقيناش ليه خوت وداكشي، ولكن عجبني انا بدا بزاف هي و $2 بزاف. و خدينا هذا المستوى مؤقتا على ما نمشيو للماتش، وعلى ما يوصلنا قطار قاد غنقضيو بهذا. $2.99 و هاف اوف سو بجوج اون بلوك $2.99. شوفوا مع الشميشه وداكشي كيعطي واحد واحد لايت ريفليكشن خطيره. سو هذا غادي نديرو فيه زيت العود وزيت واحد زيت العود وواحد زيت عادي، غنلصق فيهم هذاك الليبل باش ما يتخطوش لينا، لان اصلا ما تيبانش اللون ديال الزيت هاد النوعيه ديال الدجاج. صافي المهم دابا بيان صغار عطا واحد الغسله ناضيه. ايوا صافي غنشري ليهم هذا. وهذه سمية عجباتها بزاف بزاف حتى هي، غنشري ليهم بحال هذا فهمت، حيت هذا فيتس اول. غنشري جوج بحال هادو، المهم تا وانا نقدر نمشي بعد نخدم، الا بقيت نشوف الدار اوفر ريم اونلاين. شوفوا لي خارجين على موضوع الدار، خارجين على موضوع الدار بيان سور ما نقدرش نخليهم. شوفوا لولو ليمون باقي نشداد، شوفوا غزالين كيحمقوا تيتشراو زوينين بزاف، كاليتي خطيره. انا بصراحه ام اوبسيست وذ ذيس براند، سبيشلي ليجينز ديالهم والبراز ذا سبورتس براند ديالهم تما تيجي واعرين. سبيشلي اونلي $19.99 $20 حتى شنو هو والله تا واعر. وكيجيو فيه جيوب، انا هادشي اللي كيعجبني بزاف، انا كيعجبني هادو ليجينز اللي كيجيو فيهم جيوبه، لان فيري براكتيكال بزاف. حتى كتكون عندك اي حاجه في يديك كتخشيها وكتقدي. سو يا وسبحان الله خدينا لقيت ايدنتيكال، عقلت ملي مشيت تجيب كروسه راه هنا في الفجر. سو هانتوما هذا هكا ما تسطا وخليه يسطا هكا، كتكون هذه هي النهايه ديال الهول ديالنا. هادشي اللي خدينا اليوم صافي. احكم هادشي اللي خصو طرالي في السبيطار. سو ملي مشيت لتماك قالوا لي راه تقدر تكون عندي الرجي ديال الصان وداكشي، قالوا لي خصني ندير بلاد تيست. هما ورا النتيجه ديال بلاد تيست غنشوفوا زعما واش خصني ندير هذاك الالرجي تيست ولا لا. سو غنتسنى حتى يعيطوا لي ونشوف شنو بقى في هذاك البلاد واشنو كاين. سو يا هادشي اللي كاين. هادشي صراحه النهار اليوم دازت نتو احكا دابا 6 وصافي ملي وصلنا بركنا كنطيبو حنا نقول ما غاديش نمشيو داك الايفنت و جست كان كانسل بيكوز صراحه باقا ما شبعتش من الدار، وهاد الشميشه خلاتني انني ما شبعتش من الدار، فلهذا قررت انني نبقى في الدار واخا الايفنت راه اتس جست رايت ذير، ولكن ام جست نوت فيلين لايك اي وانا. خاصني نحيد مصباش وخاصني نبقى الحجبان وخاصني فهمتو لقات الحاله وداكشي. سو ملي جيت ندير الماط ديالي قلت مع راسي غادي نبرك الدار حسن ليا. تخيلوا معايا وصلت بيا دابا القضيه ديال وليت كنتحمس نشري هادشي من الدار ونغسلو ونبقى دوزت فوق بلاصتو على انني نمشي للايفنت. ياس ما نطولش عليكم، فينا الجوع نمشيو نطيبو ونرجعو. هكا كيكون البلا ديالنا موجود وعشانا موجود بالصحة والراحة لينا وليكم أجمعين.
تحرك غنكونوا لقينا كلشي غسلنا كلشي كلشي ولا يا سلام صراحه كنحطهم دابا في النشافه باش يتسقطروا ما غاديش نستخدم ديش واشر دابا صافي ما تغسلو غنحطهم غير باش يتسقطروا ملي يتسقطر غادي نحلو لا باش يدخلها شويه الشمس وشويه ديال الهواء باش ما يتخنقوش ملي غيتسقطروا عاد غادي نحطهم في بلاصتهم ان شاء الله ان شاء الله من بعد من هذه ما غاديش نبقاو نخليو هاد الروينه هنايا وداك الشيء كيف ما كتشوفوا هادو حتى هما كبيت فيهم جافيل مزيان وحكيتهم من سميتو سقطرتهم مزيان ماشي سقطرت مشيكيتهم مزيان باش من بعد سقطرتهم وشللتهم هذه غادي صراحه نديها للبيت غنحطها تحت من السينك ديالنا باش ولي غنحطوا البرودكتس ديالنا وداك الشيء صافي ذاتس ات سميه بدات كتاكل تسناي اختي تسناينا حاجه تيصلي ما قبل الله يقبل يلا على بركه الله